نستهل ملفنا الأول بموسم قطاف النتائج، حيث أعلنت وزارة الزراعة عن ارتفاع صادرات الخضار والفواكه من الأردن بنسبة 24% حتى نهاية شهر حزيران الماضي مقارنة بالعام الماضي. الناطق الإعلامي لورنس المجالي قال إن كمية الصادرات من الخضار والفواكه بلغت حتى نهاية شهر حزيران الماضي 193,000 طن مقارنة ب 156,000 طن لنفس الفترة من العام الماضي. المجالي أكد أن هذه الزيادة جاءت نتيجة التسهيلات التي قدمتها الوزارة للصادرات الزراعية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة من قبل شركة التسويق الزراعي جباكو، وإتاحة الفرصة لإظهار الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية الزراعية ومدى جودة المنتج والطلب في الأسواق الخارجية. التسهيلات الزراعية المقدمة وأسباب ارتفاع التصديرات والأرقام المتحققة والمأمولة، محور نتابعه مع الناطق باسم وزارة الزراعة السيد لورنس المجالي. أهلا وسهلا بك. إذا نتحدث عن كل ما تم ذكره، ولكن لنبدأ بداية بطبيعة هذه التسهيلات التي وصلت فيها هذه النتائج. مساء الخير زميلي غادة. نتحدث اليوم عن جهد كبير بذل حقيقة خلال العام الماضي. صادراتنا سنوية تقدر بحوالي 500,000 طن سنويا من الخضار والفواكه، إلى جانب صادراتنا من الإنتاج الحيواني بشكل عام. جرت العادة أن يكون هناك يعني تقدر الكميات صادراتنا في شهر حزيران ما بين 150 حتى شهر حزيران 150 إلى 160,000 طن، إلا أنه في هذا العام الحمد لله وصلنا إلى 193,000 طن، وهذا يعني يشكل رافد جيد الى لواقع صادراتنا، صادرات الخضار والفواكه. يعزى ذلك الى عده اسباب حقيقه زميلي، لجهد هناك بذل من قبل وزاره الزراعه في تخفيف العوائق في الوصول الى اسواق جديده، ايضا جهد كبير بذل من الشركه الاردنيه الفلسطينيه جباكو في ايجاد اسواق جديده. اليوم لدينا يعني تعاقدات مع عدد كبير من الدول، يعني حوالي 19 دوله استعدنا فيها السوق. من الممكن ان يكون هناك بعض الاسواق كميات الصادرات اليها قليله، ولكن هي استعاده الى لهذه الاسواق. لدينا اليوم اتفاقيات مع رومانيا وهنغاريا، لدينا مع بلغاريا وايطاليا، ايضا سلوفينيا، سلوفاكيا، بلجيكا، المانيا، المملكه المتحده. هناك تركيز على الجودة حقيقة، الجهد بذلك أيضا من الإرشاد الزراعي ومن خلال الشركة الأردنية الفلسطينية ومن خلال التنسيق مع أخواننا في نقابة مصدرين الخضار والفواكه على أن يكون هناك دراسة لهذه الأسواق، ما تحتاجه هذه الأسواق، كيف ننافس، خاصة أن هناك يعني كم كبير من المنافسة في الأسواق الخارجية، سواء كان من المنتجات دول الأشقاء، سواء كان من المغرب أو من إيران أو من مصر. هناك يعني منتجات، هذه المنتجات كلها درست ما هي الآلية حتى تكون الجودة هي المنافس الأول. أيضا هناك زميل غادة كما تعلمي يعني صادراتنا تعرضت في الفترة الماضية لإغلاقات حدودية. نعم. حوالي 75% من حدود الأردن هي مغلق أمام صادراتنا. عملنا ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التسويق في وزارة الزراعة، وأيضا من خلال الشركة الأردنية لتسويق المنتجات الزراعية، على إجراء بعض دراسات للأسواق والدراسات اللوجستية، وإضافة لذلك إلى شحنات تجريبية. أجريت بعض الشحنات التجريبية من خلال الأراضي السورية عبورا إلى مرفأ بيروت وصولا إلى تركيا. بعد ذلك الآن نعمل على دراسة على بعض الشحنات التجريبية من خلال الأراضي العراقية وصولا إلى معبر زاخو إلى الأراضي التركية وصولا لأوروبا. نختار المسار المناسب نقل النقل، أقل الكلفة، أسرع الوقت. كما تعلمي أن المنتجات الزراعية هي منتجات حساسة قليلا لمسألة النقل والتخزين، لذلك نعمل على أن يكون المسار النقل أسرع وأقل كلفة وفي نفس الوقت مناسب للمنتج الزراعي. زميلي غادة، صادراتنا في القطاع الزراعي تصل إلى 1,200,000,000 سنويا، شقيها سواء كان النباتي أو الحيواني. الحمد لله لدينا يعني بعد الأزمة الكبيرة التي يعني كانت موجودة، أزمة الحمى القلاعية، وبعد الإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة والسيطرة على هذا المرض، وأيضا التواصل مع أشقائنا
في السعودية خلال فترة، للوقوف على ما هي الإجراءات التي قامت عليها الوزارة واستئنافها. وبحمد الله كان لدينا يعني خطة للتعامل خلال 15 يوم الماضي قبل سبقت عيد الأضحى على تصدير رقم مميز حقيقة، يعني رقم يشكل 25-24% حوالي 24% من صادراتنا السنوية. 130 ألف رأس نحن صادراتنا السنوية من الأغنام، من 500 ألف إلى 600 ألف رأس سنويا. وهذا كل هذه المعلومات شكل تعافي للصادرات. نعمل على أن تكون هناك استدامة لهذه الإجراءات، أن تكون هناك استدامة لهذه الأسواق، أن نحافظ ونعمل على محافظة على الأسواق التي حصلنا عليها زميلي غدا. نعم. إذن الآن في خضم كل هذه العمليات وكذلك هذه المحافظة في الوقت الآني، لابد وأن الخطط المستقبلية تأمل بمزيد من هذا الإنتاج وهذه الصادرات، فما هي لربما الرؤى المتوقعة في هذا الجانب بالتحديد على الأقل إلى نهاية هذا العام؟ نعم، لا شك زميلي غالي، نحن نعمل أفق خطة كما تحدثت لك، الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور خاص ومحور التسويق الذي نعمل من خلاله على الاستفادة من المعلومات، سواء كانت دراسات للتجارة الأسواق وعكسها على الميدان، عكسها على العقل. اليوم نحن نقدم النصح من الفكرة وليس من البذرة، يعني من الفكرة مرورا بالبذرة مرورا بإجراءات والأسلوب الأمثل للزراعة، وماذا نزرع ومتى نزرع ولمن نزرع، وهذه الكميات التي يعني التي يجب أن تزرع يتم كل قيمة تصديرية وقيمة مضافة أعلى، ومن هو السوق المستهدف. كل هذه الإجراءات تمضي بخطة، خطة عمل واضحة على أن نصل إلى رفع واستعادة إلى أسواقنا. نحن يعني انقطاع كبير كان لسوق للمنتج المحلي على الأسواق العالمية، استعادة هذه الأسواق من خلال الشركة الوطنية الشركة الأردنية لتسويق المنتجات الزراعية، أو من خلال وزارة الزراعة، أو من خلال التواصل مع اخواننا في نقابة المصدرين، لانه نعمل وفق اطر واحده حتى نحافظ على هذه الاسواق مستقبلا وصولا الى اكبر كم من الصادرات خلال الاعوام خلال هذا العام. نتمنى ان شاء الله انه في العام القادم يكون هناك يعني حلول للازمات الجيوسياسيه الممتده في المنطقه حتى نستعيد يعني اسواقنا من خلال والتقليل من الكلف والجهد على منتجنا الزراعي في عبوره الى الاسواق الاوروبيه والاسواق الاخرى. نعم، ونحن بدورنا نتمنى لكم المزيد من التوفيق. شكرا جزيلا لك الناطق باسم وزارة الزراعة السيد لورنس المجالي. ينضم إلينا رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضر والفواكه المهندس عبد الله الزبن. مهندس عبد الله، أهلا وسهلا بك. ما لمستموه اليوم من تحسن خاصة في هذه النسب وكذلك العوامل التي آلت إليها هذه النتائج؟ أنا والله مستغرب من الأرقام اللي بيحكيها الأخ الناطق الإعلامي بوزارة الزراعة. احنا اسواقنا للخليج ما بدت بالضبط لحد الان، ارتفعت الصادرات قبل موسم الحج على موسم الحج على العيد، بس ما كانت هاي الصادرات اللي كنا نصدرها بالزمن الاول. احنا كنا نصدر تقريبا 200 براد يومي، مثلا كان نصدر 60 براد لدبي، 20 براد لقطر، 100 براد للسعوديه. الان مجموع الصادرات اللي طلعتها هون ما وصلنا للرقم اي رقم عالي من الصادرات. بالنسبه للشركه الاردنيه الفلسطينيه، هي شركه تابعه للدوله غير منافسه، عملت عقود صح وطلعت بضاعه، طلعت بضاعه، وهي البضاعه من الاغوار متخصصه بس منتج فلفل حلو، بن خيار، شغلات بسيطه او رمان، لكن او بندوره خيار فلفل حلو. الصادرات الفعليه اللي كنا نصدروها المزارعين لاوروبا كانت تتعدى هاي الارقام بكثير. احنا مستغرب في عندنا عوائق كثيره وما صار حل العوائق من مره. نعم، اذا مهندس عبد الله لنقف عند هذه النقطه بالتحديد حتى ناخذ هذه التفاصيل تباعا. اذا ما اردنا ان نلخص الوضع، نتحدث الان عن ارقام لا تاتي بالتنافسيه عما كان الوضع عليه سابقا، صحيح؟ مضبوط. نعم. مضبوط. والآن نتحدث عن معيقات، ما هي أبرز هذه المعيقات التي لا تمكنكم من الوصول ليس فقط للمستوى السابق وإنما أيضا إلى تحسن؟ المشكلة الفعلية في أسواق جديدة فتحت لدول الخليج ولا دول أوروبا، هي تركيا، إيران، هي أخذت الأسواق تبع المعتاد عليها الأردنيين. من موسم الأغوار كان معتمدين على أوروبا، موسم الصيف معتمدين على الخليج. تركيا وإيران دخلت على أسواقنا، عندك مثلا
انه دبي كنا نصدر لها 60 براد، هسه ما في 10 برادات. يعني متحير بالرقم اللي طلعوه. مثلا السنه لازم تكون سنه كامله عشان نعرف قد ايه كميه الصادرات مقارنه. ما بنقدر نطلع لاسبوع او لشهر او لشهرين، ما بنقدر نطلع، لازم نطلع السنه كامله وبعدين نحسب النسب. احنا كانت صادراتنا تقريبا فوق النص مليون طن سنوي. هسه اختلفت الامور، واحنا بنعاني كمزارعين من الاستيراد اساسا، من الاستيراد، لانه القوه الشرائيه بالاردن ضعيفه جدا صارت، واسعار الفواكه بحال البلاش. نعم. هل يعني هاي مشكله؟ يعني احنا الارقام هي دائما خطوره في الارقام، مش لازم تكون ارقام حقيقيه. يعني هسه انا مطلع مثلا 22/6/148 براد، 23/6/136 براد، 24/6/100 براد، بعدين نزل لل 29/6 بعد العيد من 78 براد، و 30/6 نزل لل 59 براد. وموسمنا هذا الموسم احنا عارفين انه في انتاج بالسعوديه وفي الخليج. احنا موسمنا كمان لقدام، بس احنا منافس لنا فعليا سوريا، لانه العمله هابطه كثير، فمن مصلحتهم يجيبوا عمله صعبه مع انها مدعومه. هسه يوميا بنزل من سوريا للسعوديه وللخليج فوق ال 60، راح يرتفع ل 100 براد. نعم. معيقات حطوا، شالوا معيقات، ما في معيقات تشيل معيقات. المعيقات انه في دول عم تدعم انتاج بلدها، احنا ما عم ندعم انتاج بلدنا. نعم، اذا ما هي الحلول المثلى التي يمكن ان تقدم هذا الدعم المطلوب للوصول الى هذه النتائج؟ التخفيف الاعباء عن المزارعين، وتخفيف مستوى الاستيراد للمزارعين. احنا بالاردن هسه تقريبا في عندنا 30 صنف فواكه عم بنزل من المزارع وما عم بنباع، وكمان على ذلك في مستوردات فواكه اعلى من احتياجاتنا ومومها الفعلي. يعني احنا مش قاعدين ناكل مثلا بطيخ موسم البطيخ، او هسه مثلا مانجا، عندك دراج، عندك نكترين. اليوم على سبيل المثال كيلو العنب 15 قرش، كيلو الدراج 25 قرش، كيلو الخوخ 40 قرش. يعني السوق مدمر كامل. لازم التحقيق يجي عن السوق المركزي، يشوفوا البضاعة ويشوف كيف وضع البضاعة. نعم، هل نتحدث عن هذه الأرقام وهذه التسعيرة التي تفضلت بذكرها من السوق المركزي، أم نتحدث عن الباعة بشكل عام؟ مثلا الأرقام التي تفضلت بذكرها قبل قليل في منتجات الفواكه. هاي الأرقام الصادرات. نعم، الأسعار. الأسعار فعليا موجودة بالسوق المركزي. احنا كجمعية منتجين ومصدرين عندنا يوميا فواكه بتنزل على السوق. العائق ان كمية المستورد اللي عم بضرب منتجنا. نعم، من أسواق أخرى. من أسواق، وإحنا طلبنا، ويا ريت ريت على إعلامكم الصادق، إنه بدنا لجنة شفافية إنها تدرس الأسواق، الاستيراد والتصدير. لجنة محايدة تدرس وضع المزارعين من ناحية الأسعار ومن ناحية الاستيراد. إحنا ما كنا نستورد هذه الكميات للأردن، كنا نستعمل فواكهنا ناكلها موسمها. ألو. نعم، نسمعك يا مهندس. لازم تكون لجنة محايدة كاملة. أنا عضو لجنة إدارة السوق المركزي، استغربت من الأرقام اللي بيحكوها، لأنه ما عم تظهر عندنا. نعم. إذا تتضارب هذه الأرقام ما بين ما لديكم وما بين ما يتم الإعلان عنه من قبل وزارة الزراعة. مهندس، سؤالي الأخير وإذا تكرمت باختصار أو بعجالة، هل تواصلتم مع وزارة الزراعة؟ هل كان هناك حديث في هذا الجانب بالتحديد؟ وما هو الرد الأخير من قبلهم؟ احنا تواصلنا مع وزارة الزراعة ومع رئاسة الوزراء، وبعثنا كتب رسمية بهذا الحديث عن المعيقات اللي قلنا، وعن النقاط التسويقيه، وعن القوه الشرائيه، ولكن لحد الان لم يجيبنا احد. احنا اعترضنا على مجلس الاعيان، اعترضنا لرئاسه الوزراء وكتبنا كتاب، وصلنا للاعلام نحكي بهذا الموضوع، لقينا الارقام. على سبيل المثال الاردن استهلاكه يومي من ماده الخوخ 4 طن. الوزاره بتقول 100 طن، وهذا غلط، هاي ارقام حقيقيه موجوده بالسوق المركزي. يعني موعد الانتاج، موعد كميه الانتاج، مع الاسف وزاره الزراعه ما بتسجلها او ما بتعرف فيها. نعم، اذا فيما يتعلق، احنا طالبين
احنا طالبين كجمعيه منتجين ومصدرين الخضار والفواكه، طالبين لجنه شفافه محايده تعرف الاسواق مضبوط وتعطي الارقام مضبوط للاعلام، لانه اهم شيء بالاعلام الصدق. نعم، وهذا واحد من أسباب التي نتحدث إليك فيها اليوم، وكذلك تحدثنا إلى وزارة الزراعة. شكرا جزيلا لك رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه المهندس عبد الله الزبن.